احسه من زمان ما سوينا حلويات باللوتس، والله من زمان عنا، بس من فتره من كم يوم سويت ماجيك بار باللوتس، سويت الجمعه البنات، كان فعلا لذيذ يعني، والله ما بقى احد ما اخذ وصفته. مشكلته انه شوي دسم شوي ثقيل، بس يستاهل يعني، صراحه يستاهل كل كالوري من وراه. الطبقه الاولى مثل التشيز، بسكوت لوتس مطحون مع زبده، شوفوا يا بنات انا في الخلاط بحط حليب مركز وجبن، حطيت 7 حبات جبن، احب كذا يكون طعم الجبن بارز، الملوحه واضحه، لكن ممكن تقللون على حسب ذوقكم. I woke up looking